إخواني الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم قناة طيور. فيديو نهار اليوم تحت عنوان معرفة عمر السلحفاز. كما أنتم تشاهدون هنا، بالنسبة للسلحفات البرية السداسي الموجود فوق ظهرها كما أنتم تشاهدون هنا، هذا السداسي الموجود فوق ظهرها من خلاله نستطيع معرفة عمر السلحفات. فكل منخفض فيه يدل على سنة، معنى هذا أن عمر هذه السلحفات 10 سنوات. أكرر العملية كل منخفض في هذه القوقعة يدل على سنة. كما أنتم تشاهدون هنا، نقوم بعد السنوات من خلال الحفر الموجودة. فهذه السلحفات عمرها 10 سنوات. أتمنى أن تكونوا استفدتم من الفيديو ولو بقليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.